Good morning, my students. Today we are going to do some revision about Unit 1. Let's start with this question complete. Letter A, 12.37 multiplying by 10. When we do multiplying by 10, we move the decimal point to the right one decimal place. هنحرك البوينت to the right. لما بنعمل time, حرك البوينت to the right. Okay? عندي multiply by 10 هنعمل movement لل point 1 decimal place يبقى ال point هتبقى between 3 and 7 يبقى ال result بتاعتنا 123.7. letter B 29.91 multiplying by 100 we have 2 zeros in 100 so هنعمل movement لل point 2 decimal place to the right هنحرك ال point 2 digit يبقى هنعدي 9 وال 1 البوينت تبقى after 1 يبقى احنا كده ما عندناش فيه decimal fraction اصلا يعني كأنها هتبقى 2991.0 اللي هم neglected ما لهمش لازم يعني الانسر بتاعتنا 2991. letter C 0.86 multiplying by 1000 we have to move the point 3 decimal places to the right عندنا هنا 1000 فيها 3 zeros so move the point 3 digit يبقى هنعدي ال 8 6 and we have a space هنحط فيه ايه 0 يبقى الانسر بتاعتنا 860.0 يعني 860. طيب ممكن يجيب لنا معاها يونت اليونت يبقى احنا محتاجين نعمل convert طبعا عارفين لو ما بنعمل convert من البيج للسمول يونت هنعمل multiply وعلى حسب اليونت عندنا هنا 2.5 متر هنعمل convert للسنتيمتر من المتر للسنتيمتر نعمل time 100 excellent يبقى الانسر البوينت هيتحرك ايه هنعمل movement point 2 decimal place to the right هتبقى 250. طيب letter E لما نيجي نعمل divide 10,000 برضو هنعمل movement point بس المرة دي هنعمل movement to the left okay divide by 100 يبقى هنعمل movement ايه 2 digit to the left يبقى البوينت هتبقى ايه before the digit 7 يعني هتبقى 0.732 لازم نحط ايه 0 للهول نمبر طبعا يبقى الانسر 0.732. letter F 2.9 divide by 100 هنا هنحتاج نحرك البوينت to the left 2 digit عشان divide 100 ففي عندنا place فاضيه empty place البليس الفاضي دي هنحط فيها ايه 0 برافو يبقى في 0.029 طبعا والزيرو فين في الهول نمبر نفسك بقى قلنا بالظبط لما نيجي نعمل كونفرت لليونت على حسب لو اليونت هي السمول يبقى هنعمل ديفايد المره اللي فاتت عملنا تايم عشان كان من البيج للسمول دلوقتي انا عندي 358 متر هنعمل كونفرت للكيلومتر يبقى احنا هنعمل ديفايد 1000 طب انا هنا ما عنديش بوينت اصلا عارفين البوينت اللي هي بتبقى فول ستوب اللي هي في اخر السنتنس في الانجليش كان النمبر ده الهول نمبر كان في بوينت في الاخر اللي هو هيبقى هول نمبر وما فيش ديسمال فراكشن يعني الموفمنت اللي بيها تو ذا ليفت 3 ديجيت هتبقى 0.358 الكلام ده برضو ساعات بيكتبوا لنا بطريقه ثانيه يجي يقول لك 358 divide 1000 او كانها in fractional form 358 over 1000 يعني هنحط البوينت after 3 digit هتبقى 0.358. تعالوا دلوقتي نشوف ال multiplying by decimal numbers بيقول لي find 0.48 multiplying by 1.3 draft بتاعك هنعمل multiplying عادي خالص بس كأني البوينت اصلا مش موجود قصاد عينك 3 تايم 8 24 كاري اب 2 3 تايم 4 12 بلس 2 تبقى 14 طبعا مش هنعمل تايم 0 اوكي طيب نروح للنيكست ديجيت اللي هو ال 1 طبعا اول حاجه نحط ايه 0 اوعى ننساه 1 ملتبلاي 8 ايكوال 8 1 تايم 4 ايكوال 4 هنعمل بعد كده بلس عادي خالص زي اي مساله تايم يا ولاد 4 plus 0 equal 4 4 plus 8 12 carry up 1 هتبقى 2 plus 4 equal 6 نيجي بقى للديسمال بوينت
انا اشوف النمبر الاولاني في كام ديسمال بليس. عندي هنا البوينت جنبها 2 ديسمال بليسز، عندي ال 1.3 في 1 ديسمال بليس اللي هو 3. طبعا بنشوف الديسمال بليس ازاي، اللي هو جنب البوينت تو ذا رايت. اوكي، يبقى انا كده اول ديسمال بليس في التو نمبر عباره عن 3 ديسمال بليسز. سو put the point after 3 digit so you have 3 decimal places in the result and it will be 0.624. يعني بنعمل التايم عادي خالص وبنيجي في الاخر نحط ايه البوينت على حسب الديسمال بليسز اللي كانت موجوده في التو نمبرز، لكن المالتبلاي عادي خالص زي اي مالتبلاينج كنا بنشتغل قبل كده. طيب تعالوا نعمل مالتبلاينج فراكشن. اول نوت لازم تعملها اللي هي اول ستيب، اللي هو لازم تخلي المساله بتاعتك تبقى فراكشن تايم فراكشن. يعني لو في ميكسد نمبر هنعمل كونفرت، لو في ديسمال تعمل كونفرت، لو هول نمبر كانه اوفر 1. عندي 3 اوفر 4 دي ما فيهاش مشكله، 2 اند 2 اوفر 3 دي انا هعملها كونفرت لفراكشن. بنعمل مالتيبلاينج 3 تايم 2 بلس 2 equal 8. 3 times 2 equal 6 plus 2 equal 8. طبعا الديرمينتور ايه ما بيتغيرش، يبقى 8 over 3. طيب لما نيجي نعمل simplify ما ينفعش تبقى كده طبعا. لما نيجي نعمل simplify اول step، لو قصاد عينك في النومريتور هنا او هنا والديرمينتور في same number cancel out. cancel يعني كأنك عملت divide by 3 up و divide by 3 down. اوكي، يعني دي بقى مكانها 1. يعني كأن انت بتقول لنفسك ان هنا بقى 1 over 4 وهنا بقت 8 over 1. اوكي، انا عاملها كده كانها شرح، لكن انت ايه مش هتروح تكتبها تاني في ستيب تانيه، هي 1 over 4 و 8 over 1. طيب ال 8 وال 4 تشوفهم هما الاثنين في تيبل ايه؟ في تيبل 4 يا مستر. بنعمل ديفايد باي 4 في الدينومينيتور تبقى 1، ال 8 ديفايد باي 4 تبقى 2. اوكي، يبقى فوق كده عندك 2 تايم 1 ايكوال 2 وال 1 تايمز 1 ايكوال 1، 2 over 1 ايكوالز 2. طيب تعالوا نشوف بالنسبه للديفايد. ديفايدنج فراكشنز برضو فيرست ستيب لازم تبقى البروبلم بتاعتك فراكشن ديفايد باي فراكشن قبل ما تعمل اي حاجه ثانيه. طيب انا عندي هنا ميكسد 1 اند هاف، يا مستر ال2 هتنزل زي ما هي، الديرمينيتور زي ما هو ما اتغيرش، و2 تايم 1 ايكوال 2 بلس 1 ايكوال 3، ديفايد زي ما هي، والسكند نمبر ال4 تنزل، 4 تايم 3 ايكوال 12 بلس 3 equal 50. كده بقت بروبلم فراكشن ديفايد فراكشن. طب نعمل ايه بعد كده؟ قلنا هنعملها بايه؟ بطريقه سهله نحفظها، keep change flip. keep الفيرست 3 over 2 هنعمله keep، يعني يفضل زي ما هو 3 over 2. change الاوبريشن بتاعتك ديفايد، change هتبقى تايم. flip ال 15 over 4 الريسيبريكال بتاعتها اللي هو احنا هتشقلب الفراكشن بتاعك نعمله flip، هيبقى 4 over 15. وكده بقت مسألة تايم عادي خالص زي اللي فاتت. طب في عندنا سيم نمبر اب وداون؟ مفيش. طب نبدأ نعمل سمبليفاي، ندور كده على ايه النمبرز اللي في نفس التيبل مع بعض. عندنا 3 و 15 ديفايد باي 3 ايكوال 1، 15 ديفايد 3 ايكوال 5. جميل، يبقى هنا كده كأنها بقت 1 اوفر 2 ودي كأنها 4 اوفر 5. لسه في سمبليفاي تاني، ال 4 وال 2 الاثنين في تيبل 2 يبقى ديفايد باي 2 equal 1 وال 4 divide 2 equal 2. يعني كده بقت 2 time 1 equal 2 وال 5 time 1 equal 5. لازم تعمل تشيك وتتأكد ان هي دي هي simplest form وتبقى اخر حاجة دي قلناها. Thanks يا ولاد، goodbye، and أتمنى إن ربنا يوفقكم إن شاء الله.